السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير خاوتي، تحياتي لكم جميعا. نحن الآن في وادخلوا مدينة ليل الفرنسية، بلدية هذه تابعة لمدينة ليل، من البلديات الجميلة والرائعة والهادئة، وأي إنسان يسكن فيها تعجبه ويعشق فيها. يعني صراحة كلمة الحق تقال. صراحة يعني ودخلوا كلها تعجب، كلها مليحة. أولا هي هادئة، ثانيا أي إنسان يجي لهنا يحب يعيش لهنا، لأنه ودخلوا يعني معروفة بالهدوء نتاعها وناسها كالم، يعني ماشي كيما بعض الأماكن الأخرى فيها نزاف الكرة بزاف، عرب بزاف، ديجيتون بزاف، فيها بعض الضجيج. المكان اللي أكثر فيه الضجيج راح ما تكونش فيه معيشة ملاحة، راح تكون فيه دي بروبلام وتكثر فيه المشاكل، والناس الكل تحب تهرب من المشاكل. سيبور سا الواحد يشري الهدوء، لأن يعني المكان اللي يتربوا فيه الناس اللي تعيش فيه كتب يكون هذا يكون كار راح تكون ناس ملاح. البلاصة اللي كثرة فيها الحس، كثرة فيها الأعياط والمشاكل، ما تعجب حتى واحد صراحة. أنا واحد من الناس جي بريفير نسكن في بلاصة كالم وما نسكنش في بلاصة تحس مشاكل، لأنه الناس كل ثورية تلقى راحتها. ربي يسهل إن شاء الله الجميع إن شاء الله. تحياتي لكل المتابعين والمتابعات داخل وخارج الوطن، إن شاء الله راكم بخير، نتمنى من كل قلب إن شاء الله الناس بخير. هذا ينتهي الفيديو، نتعاودوا إن شاء الله في فيديوهات أخرين في أماكن أخرين. بارك الله فيكم جميعا خابتي، خليكم على خير، أقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.